اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وخلع ذكره الغافلون. قل يا ابني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة. حكي أن الشبلي رحمه الله تعالى قدم 400 أستاذ وقال: قرأت 4000 حديث ثم اخترت منها حديثا واحدا. ده جميل أوي. أجمل حاجة لما يعطي الشيخ خبرته في الحياة. كيف؟ شوف، الإمام الشافعي قال: جالست الزهاد والعباد 10 سنين خرجت منهم بفائدتين. الوقت إن لم تقطعه قطعك. 2، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. 10 سنين أدي الخلاصة. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. 2، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بماذا؟ سبحان الله، سبحان الله، شغلتك بالباطل. هذه هي النفس. هذا الكلام قاله مولانا الإمام الشافعي خبرة 10 سنوات مع الزهاد، خبرة 10 سنوات مع العباد، طلع بهذا الكلام. تعال مرة أخرى كده، يجي شيخ يقول 30 سنة أتعلم على يد كم شيخ؟ 400 شيخ. 400 شيخ، 400 درس، 400 معلومة. لا، أمور كثيرة. ثم قرأ 4000 حديث، خلاصتها حديث مكون من 4 جمل. حديث مكون من كم جملة؟ لا، هذا الحديث مفروض يكتب، تكتبه في قلبك. 30 سنة أتعلم. كم شيخ؟ 400 شيخ. 400، صح؟ 400. كم حديث؟ 4000 حديث. 4000 حديث، نعم، خلاصتها حديث مكون من 4 جمل. أنت تعرف الدنيا؟ نعم. أنت تعرف الآخرة؟ نعم. أنت تعرف الله؟ نعم. أنت تعرف النار؟ نعم. اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها، واعمل لله بقدر احتياجك لله، واعمل للنار بقدر ما تتحمل فيها. يا سلام، من أجمل وأروع ما تقرأ. أنت تعرف الله؟ نعم. أنت تحتاج إلى الله؟ نعم. خلاص، اعمل لله بقدر احتياجك لله. أنت تحتاج كل شيء، إذا اجعل كل شيء لله. طيب، الإنسان يتعب في الدنيا ويجمع المال، وأنا أولكم، يعني كلنا في الدنيا نجمع المال. لماذا؟ أنا أريد أبني عمارة. الشيخ لو أحياه الله 1000 عام لن يستطيع أن يبني عمارة. لو صرنا نجمع المال مستحيل نبني عمارة زي البيت ده، صعب أوي.
طيب انظر لهذا البيت كم يساوي في الدنيا؟ قطرة ماء من بحر مستحيل أقل. يعني أنت لو تملك عمارة بيت قدح كده عمارة 10 أدوار صعب صعب تملكها، أموال آلاف كثير ملايين من البنيات. لو الإنسان يعمل ليل نهار 100 عام لن يجمع هذا المال. لكن كم يساوي بيت قدح في مصر؟ لا يساوي قطرة في بحر، فما بالك في الدنيا؟ صعب صعب جدا. القاهرة بأكملها كم تساوي بالنسبة للعالم؟ قطرة قطرة. كم تساوي في ملك الله؟ نجيب. كم يمكث الإنسان في الدنيا؟ الإنسان لا في الدنيا إلا أكلة وشربة وكسوة ونومة. إيه متعة الإنسان في الحياة؟ أكل شرب لبس نعمة، هي دي متعة الدنيا. لكن ما من متعة من متع الدنيا إلا ويتبعها شقاء. أشد الألام الأسنان من الطعام، الأمراض من الطعام، دم فقد دم قلب مش عارف إيه، كله من الطعام ليس من الجوع. سياق في إنسان يرتدي 20 جلابية، هي جلابية واحدة، 2 جاكيت فوق بعض هو جاكيت واحد، يلبس 2 بنطلون هو بنطلون واحد، يلبس 2 جوتشي حذاء 2 هو جوتشي واحد، يرتدي 2 طقية هي طقية واحد. إذا أنت لن ترتدي كثيرا. أين يسكن؟ هو يسكن في مكان واحد، عنده 20 شقة، كم شقة ينام فيها؟ هي شقة واحدة. كم حجرة ينام فيها؟ حجرة واحدة. كم سرير ينام عليه الإنسان؟ 10 سرير ينام عليه، هو سرير واحد. إذن اعمل للدنيا بقدر ما تأخذ منها، ستأخذ من الدنيا قليل. قال مولانا عمر استغفر الله، قال هارون الرشيد عندما سألوه قالوا إذا منعت من الماء فماذا تدفع لتشتري شربة ماء؟ شربة زي كده، بص بص زي كده، هذه الشربة كم تدفع؟ قال أدفع نصف ملكي. هارون الرشيد لم يكن رئيس مصر ولا رئيس قلعة، كان رئيس المسلمين كلهم يملك نصف الدنيا، كان يخاطب السماء. خاطب السماء ليه؟ أينما تمطري سيأتيني رزقك. أمطرتي في مصر، أمطرتي في ليبيا، أمطرتي في مكة، كل بلادي. فقال له إن شربت شربة الماء ثم حبست في بطنك كم تدفع حتى تخرج؟ قال أدفع نصف ملك الآخر. فقالوا عجبنا لصاحب ملك لا يساوي ملكه شربة ماء وبولة. نحن نشرب ونتبول عادي، لا يساوي عندنا شيء. فما دام الإنسان في النعمة ولا يشكر بها. أنت الآن لا تشعر بالثياب إلا عندما يأتي البرد، ولا تشعر بالحر إلا عندما يتصبب العرق، ولا تشعر بالآلام إلا إذا جاء المرض. أما إذا كنت صحيحا أنت لا تفكر في شيء. ومن هنا يا أهل الله اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، مقامك قليل. طب واعمل للآخرة بقدر مقامك في الآخرة. كم يمكث الإنسان في الآخرة؟ إلى أبد الأبدين لا قدر الله، إما في جهنم إما في الجنة. الإنسان عندما يحيا 100 عام مستحيل، 70 80 100 عام صعب أن يحيا إنسان النهاردة 100 عام، موجود لكن يعني نادر، واحد كل مليار. إذن الآخرة كل سيستمر، لأن الله يأتي بالموت ويقول يا أهل الجنة، ويسبح الموت في صورة كبش كبير، فيصبح ويقول الله يا أهل الجنة نعيم وخلود بلا موت، فيفرحون
يا أهل النار، الله يذبح خروف يذبح الموت، فيقول لهم خلود وعذاب وشقاء بلا موت، فيزيدهم حزنا. ومن هنا ستمكث في جنة كثير جدا، اعمل لها أكثر. تحتاج إلى الله؟ نعم. ماذا تحتاج من الله؟ أحتاج كل شيء. إذن اجعل كل شيء لله. النار، النار نار لطيفة أوي يعني. النار تعطي دفء، تعطي حرارة، تعطي إحرار، تعطي إدراك. كم تقوى على تحمل النار؟ سنقول أن هذا قطعة من النار تستطيع تجعلها على يدك قد إيه؟ 20 ساعة، 5 ساعات، بقدر ما تتحمل مكسك في النار بقدر ما تعصي الله. لن تستطيع أن تتحمل في جهنم لحظة، فلا تعصي الله ولو كانت المعصية لحظة. شفت أربع جمل في غاية الخطورة، ليتك تحفظ. قولها يا ابني كده مرتين لعلنا نحفظ. ثم من العلوم الأخيرة ما يكون به النجاة. خلاصة 4000 حديث، خلاصة علم 400 شيخ، خلاصة خبرة 30 سنة دراسة. حكي أن الشيبلي رحمه الله تعالى قدم 400 أستاذ وقال قرأت 4000 حديث ثم اخترت منها حديثا واحدا وعملت به وخليت ما سواه، لأني تأملت فوجدت خلاصي ونجاتي فيه، وكان علم الأولين والآخرين كله مندرجا فيه. فالتقي العلم الأولين والآخرين خلاصة، خلاصة، خلاصة العلم. إيه خلاصة العلم؟ تقوى الله، ثمرة العلم جنة، فائدة العلم العمل. هذه خلاصة علم الأولين والآخرين، فاعلم أنه لا إله إلا هو. هذه خلاصة علم العقيدة، خلاصة علم العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا هو. هذه الخلاصة، هذه خلاصة علم الأولين والآخرين. قول يا سيدي في خلاصة علم الأولين والآخرين. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل لله بقدر صبرك عليها. عدها ثانية، عدها لهم ثانية، عيد الحديث الأخير، قولوا مرتين لعلنا نحفظ. اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، الدنيا والآخرة، الله والنار معروفة. يا ريتك تحفظ هذه الجمل الأربعة. قول يا سيد بطاطس. واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل لله بقدر صبرك عليها. من يصبر على النار؟ إن الله أوقدها 1000 عام حتى سور حتى مرت، وأوقدها 1000 عام حتى ابيضت، وأوقدها 1000 عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء. 1000 عام، 1000 عام، 1000 عام، 3 مليون سنة. كم 3 مليون سنة؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يا سبحان الله، كألف سنة مما تعدون. سبحان الله. قول يا أيها الولد، إذا علمت هذا الحديث لا حاجة إلى العلم الكثير. لا حاجة إلى العلم الكثير، الحاجة إلى ما وراء العلم وهو العمل. فالعلم المجرد لا يكفي. اعمل لدنياك، اعمل لآخرتك، اعمل بقدر احتياجك إلى الله، اعمل بقدر ما تتحمل في جهنم. إذن عمل، إذا عمل. وتأمل في حكاية أخرى، وذلك أن حاتما الأصم كان من أصحاب شقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قال صاحبتني منذ 30 سنة ما حصلت فيها؟
قال حصلت ثمانية فوائد من العلم. ده برضو خبرة أخرى. شيخ يسأل الطالب كم سنة أنت تقرأ معي؟ قال له 30 سنة. قال ماذا استفدت؟ قال ثمن جمل. ثمن أشياء استفادها من 30 سنة. إذا قرأت هذه الثمانية تضاف إلى عمرك. إذا قرأت الحديث السابق يضاف إلى مشايخك 4000 شيخ. 400 شيخ. ليه؟ قال العقال، تعرفون العقال أديب، مات سنة 1964. قالوا له كم عمره؟ قال 200,000 عام. قالوا كيف 200,000 سنة؟ قال كلما قرأت عن أمة أضيف عمر هذه الأمة إلى عمري. كلما قرأت إيها عن هذه عن أمة من الأمم أضيف إيها إلى عمري. قل سيدي. وهي تكفيني منه لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. وقال الشقيق ما هي؟ قال حاتم الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا ومعشوقا يحبه ويعشقه. شوف كل واحد في الدنيا يحب، لكن هذا الحب ينتهي. ما هو الحب؟ الحب هو ميل القلب إلى المحبوب. ميل القلب إلى مين؟ محبوب. الحب هو تضحية من أجل العطاء. تضحية من أجل إيه؟ العطاء. هذه الحب مقره في الفؤاد القلب. لكن هذا المحبوب مهما طال سيفارق. فمن أحب الطعام سينتهي، ومن أحب الزوجة إما هو يموت أو هي تموت أو تطلق. من أحب الدنيا متاع، لكن الدنيا عرض زائل. لكن من المحبوب الخالد؟ الله. من المحبوب الذي لا ينتهي؟ الله. فمن البداية اترك كل ما سوى الله واجعل نفسك لله خالصة. فإذا تعلقت بالفاني فأنت فاني، وإذا تعلقت بالباقي ستبقى. لا تتعلق بالفاني فإنه سيفنى، لكن تعلق بمين؟ بمن يبقى. قل سيدي. وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه يصاحبه إلى شفير القبر. قال البخاري رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يفارق العبد المال. يعني بمجرد ما مات يرتدي نظارة، تخلع النظارة، عنده ساعة تخلع الساعة، عنده سبحة تخلع السبحة، عنده ملابس تخلع الملابس. ثاني ما يفارق الإنسان الأهل والأقارب. إما مولانا عند تشييع الجنازة وصلوا إلى القبر تركوه، ولن يدخل معه في القبر إلا العمل الصالح. أول ما يفارق الإنسان مين يا مولانا؟ ها؟ ماله. شوف أنت في الدنيا تجري وراء المال، والمال أول ما يتركك بمجرد أن تموت. إذن هو لا يستحق أن تجري خلفه. ثاني ما يفارق الأهل، لكن لن يبقى معك إلا العمل الصالح. فكلمة سبحان الله أحسن من مالك ومن ولدك ومن دنياك. لأن المال سيفارق والولد سيفارق، أما سبحان الله فهي باقية صالحة. عشان كده مولانا الطاعة أهم. فكانوا يقولون اللهم مصيبة في المال لا في الولد، إذن الولد أفضل من المال. ثم يقولون اللهم مصيبة في الولد لا في المال. لا أبدا، اللهم مصيبة في الولد لا في الدين. فالمال أقل من الولد، والولد أقل من الدين، والدين يعلو ولا يعلى عليه. الدين ها يعلو ولا يعلى على الدين. قل يا سيدي.
ثم يرجع كله ويتركه فريدا واحدا ولا يدخل معه في قبره منه أحد. فتفكرت وقلت أفضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره. إيه من يدخل معك في قبر العمل الصالح الباقيات الصالحات. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله. ويؤانسه فيه فما وجدته غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون لي سراجا في قبري سراجا نورا في قبري وليكون العمل الصالح في قبري نورا. ويؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. العمل الصالح أنت تعرف أن رقيب وعتيد إذا كان عملك صالح لساني على قبرك يدعوان لا له لك ويستغفران. العمل الصالح رقيب ملك عتيد ملك بمجرد ما أنت تموت وكان عملك صالح من أهل الجنة لسان على القبر اللهم اغفر له اللهم ارحمه والدعاء من الملائكة مستجاب لأن الدعاء ممن لا يرتكب الذنوب مستجاب. الدعاء ممن لا يرتكب الذنوب بها مستجاب. طب لو كان عمله سيء يدعون عليه نسأل الله السلامة. أولم الفائدة الثانية إني رأيت الخلق يقتلون بأهوائهم ويبرئ الأهواء الشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالإيه الشهوات. لذلك لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اجعل هواك تبعا لرسول الله تنجو صلى الله عليه وسلم. اما اذا جعلت هواك مخالف لهوى الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه الهلاك. وما هو هوى الرسول؟ هوى الرسول الشرع. هوى الرسول ايه يا شباب؟ ويبادرون الى مرادات انفسهم. فتأملت قوله تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها. التشمير هو ثني الملابس. لا هنا شمرت في بلاغة شمرت عن ساعدي أي مولانا رفعت حالي بهمة شمرت عن ساعدي في همة في نشاط في قوة. وما متعتها بهواها لي وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح إيها فانتهي. فمخالفة النفس شرع لأن النفس دائما ترغبك إلى الشهوات والشرع يريدك أن تتحكم في الشهوات. فإذا تحكمت في الشهوات تنمو حتى رضيت بطاعة الله وانقادت لمين؟ انقادت النفس لله. فلما انقادت النفس لله خلاص الحمد لله. الفائدة الثالثة إني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا. شوف المال حطام. ما معنى حطام؟ حطام سينكسر. ما معنى حطام؟ سينتهي. ما معنى حطام؟ زبالة لا يساوي شيئا. إن الدنيا لا تساوي عند الله إيها جناحها بعوضة. يعني جناح البعوضة أصلا لا تساوي شيء فما بالك بجناح. هذه معنى الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. البعوضة أصلا لا تساوي شيء. هذه هي الدنيا. الدنيا جيفة وطلابها كلاب. ليه؟ لأن من يجري وراء الفاني فاني. من يجري وراء الزائل زائل. من يجري وراء العارض عارض.
الدنيا ما هي إلا قنطرة إلى الآخرة، يعني الدنيا حلقة انتقلت من العدم إلى الخلود. العدم قبل أن تخلق لا شيء، عندما خلقت وجاءت الروح إلى الجسد أنت في عالم الحقيقة، عالم الاختبار، فإن مت أنت في الآخرة، فالقبر أول منازل الآخرة والروح لا تنتهي، إما ينعم إما يعذب في قبره، ثم بعد ذلك إما جنة وإما نار. أظهرك من العدم ونسي. ثم يمسكها قابضا يده عليه. فتأملت قوله تعالى ما يعني أنت تعلم أن الدنيا زائلة، نعم، إلا أنك تتمسك بالدنيا. أنت تعلم أن الدنيا فانية، نعم، إلا أنك تتمسك بالفناء. أنت تعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، إلا أنك تتمسك بالدنيا. أنت صرت تبيع آخرتك لدنيا غيرك. اشتروا إيه؟ الضلالة بالهدى. اشتروا إيه؟ اشتروا الدنيا وباعوا الآخرة. هذا يدل في إنما يدل على نقصان العقل. الدنيا الحياة الأولى، الدنيا قنطرة. قنطرة يعني تشوف، نحن هنا نريد أن نأتي هنا فنمر، فما الدنيا إلا دار للعبور. نعبر من فين إلى فين؟ عبرنا من العدم إلى مين؟ إلى الخلود. هذه الدنيا نحن مشاهدين. لا، هذا شهوات الدنيا ليس الدنيا، هو شهوات الدنيا، لكن الدنيا هي الحياة الأولى. إنما الدنيا من الدنو، والدنو يعني القرب. خلاص، الدنيا ما شغلتك عن الآخرة، لا، هو يتكلم عن ما في الدنيا، لكن الدنيا هي الحياة الأولى. الدنيا هي القنطرة من هنا إلى هنا. ولزم. فتأملت في قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم، ما عندك ينتهي وما عند الله لا ينتهي. مثال، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال للسيدة عائشة في طعام، قالت ذبحنا شاة، أخرجنا لله ثلاثة أرباع وبقي ربع، بقيين، وتصدقت بكم؟ ثلاثة. فقال قولي أبقينا ثلاثة أرباع، لأن ما نأكله في البطون ثم في الحمام، أما ما أخرجناه صدقة فإن الصدقة لتقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فثلاثة أرباع صدقة هي الباقية التي نستظل تحتها يوم القيامة. فما من صدقة يتصدقها الإنسان إلا وأخذها الله منه ورباها وزكاها ونماها، فصارت شجرة تحميه من حبل نار جهنم يوم القيامة. قولي بل أبقينا ثلاثتيها أربعة. قولي. فبذلت محسوني من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين مساكين ليكون ذخرا لعند الله تعالى. الفائدة الرابعة، إني رأيت بعض الخلق ظن أن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر به، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد. يا من تظن أن النصرة في شيء من الدنيا، اعرف الحقيقة. أنا أظن أن القوة في المال، المال ينتهي. أنا أظن أن القوة في الحسب والنسب ينتهي.
أنا أظن أن القوة في البدن ينتهي. أنا أظن إذا ركنت إلى شيء باق ستبقى، أما إذا ركنت إلى شيء زائل ستزول. شوف، كل إنسان ينظر في الدنيا عن مصدر قوته. أنا أظن أن القوة في المال، واحد ثاني يظن أن القوة في العقار، واحد ثالث يظن أن القوة في الشهادة، واحد رابع يظن أن القوة يتعلم لغة، واحد ثاني يظن أن القوة يتزوج بامرأة الأمير أو الملك أو الرئيس. لكن القوة أن تعتمد على الله. شوف مولانا الحسن البصري ماذا يقول: من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف من الله أخافه الله من كل شيء. من خاف من الله النتيجة أخاف الله منه كل شيء، كل شيء يخاف منه، لأنه يخاف من الله واحد بس. ومن لم يخف من الله أخافه الله من كل شيء، صار يخاف من كل شيء. عشان كده أخاف من الله، فالله واحد، يعني من أشياء كثيرة. وحسب بعضهم العزة والشرف وشرف في غصب أموال الناس. هي غصب، غصب يعني أخذها بقوة، غير السرقة، السرقة أخذ الشيء خفيا، غير النصب، النصب إقناع، النصب يجعلك أنت تعطي السارق الأموال. تعال نفعل المشروع التجاري، تعال المشروع يربح 10% في الساعة، وتقول خذ تاجر، ده النصاب. لكن الحرامي يأخذ المال خفيا. طيب الغصب يأخذه بها بالقوة. وظلمهم وسفك دمائهم. واعتقدت طائفة أنه في إتلاف المال وإسعافه وتبذيره، فتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق، وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائل. ما معنى التقوى؟ الخوف من الله. ما معنى التقوى؟ البعد عن كل ما يغضب الله. قال مولانا علي رضي الله عنه وارضاه عندما سئل عن التقوى، قال: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ما التقوى يا مولانا؟ ما التقوى؟ سيدنا علي يسأل. الخوف من الجليل. الخوف من مين؟ الجليل. بعدين العمل بالتنزيل، خوف. ثلاثة الرضا بالقليل، أربعة الاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل يعني خوف من الله. الجليل هو الكامل في الصفات، الجليل هو الكامل فين؟ في الصفات. العمل بالتنزيل القرآن، تنزيل لأنه نزل من عند الله. الرضا بالقليل، ما معنى الرضا بالقليل؟ الرضا بالقليل استواء المنع والإعطاء. ما جنيه الحمد لله، ما 10 جنيه الحمد لله، من ليس عنده أموال الحمد لله.
ولذلك كانوا يقولون اللهم اجعل الأموال في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الأموال في ولا تجعلها في، لأن الأموال لو كانت في القلب مصيبة، حب الدنيا رأس كل ضلال، حب الدنيا رأسها كل ضلال. آخر حاجة إيه؟ الاستعداد اليوم إيه؟ يوم القيامة، حتى لا تقابل المولى وأنت مفلس. هذه الأربع عناصر أي عنصر منها يحتاج إلى المال؟ أي عنصر؟ ولا عنصر يحتاج إلى المال. ومن هنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي ذلك فليتنافس ال... نحن نتنافس فيما زال نتنافس فيما أراد الله، لكن ها لا فضل لمن كان غني ولا فضل لمن كان فقير، فالكل بتقسيم الله وبقدر الله. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا. يعني يغتاب أن تذكر أخاك، أن تذكر أخاك بما ليس فيه وهو غالب، بغتان، غيبة، غيبة أن تذكر أخاك بما فيه ويكره أن يسمعه وهو غائب، الإفك، الكذب. فوجدت أصل ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم. حلو، ما هو الحسد؟ الحسد هو تمني زوال النعمة التي في يد الغير. أنت عندك سيارة، أنا ليس عندي سيارة، أنا حاسد. أنت عندك موبايل، أنا ليس عندي موبايل، أنا حاسد. أنت عندك زوجة وأولاد، أنا ليس عندي زوجة وأولاد، أنا حاسد. أنت عندك أموال، أنا ليس عندي أموال، أنا حاسد. الحسد عدم الرضا، الحسد اعتراض على المنعم. الحسد أول جريمة وقعت في السماء كانت الحسد، ثم في الأرض عندما رأى الشيطان آدم وهو يخلق، فظن الشيطان أن آدم سيكون أفضل منه فحسده فبغضه فرفض أن يسجد. أول جريمة وقعت على الأرض جريمة القتل بعد 125 سنة من هبوط آدم على الأرض. البنت الجميلة جاءت مع هابيل، والبنت غير الجميلة جاءت مع قابيل، فاعترض قابيل وأراد أن يتزوج الجميلة، هو يحسد هابيل، كيف هابيل يأخذ الجميلة؟ اعترض على قسمة الله، اعترض على قضاء الله، خالف السنة في ذلك الزمان، أدى إلى القتل. الحسد أمراض القلوب، أمراض القلوب كثيرة لكنها تعود إلى أربعة: الحسد والبغضاء والعجب والكبر. أمراض القلوب كثيرة لكن هذه الأربعة تعود إليها: الحسد تمني زوال النعمة، البغضاء يعني الكراهية، كراهية، العجب أن ترى نفسك، الكبر أن تظن أنك أنت الأفضل. هي أمراض القلوب كلها تعود إلى هذه الأربعة. الغزالي يعني هذا الكلام صاحب الكتاب: الحسد تمني زوال النعمة يرتقي شوية، البغضاء يرتقي شوية، ها يرى نفسه عقب يرتقي شوية صار متكبر يترفع عن الناس يظن أنه أفضل من الناس. كل أمراض القلوب تعود إلى هذه الأربعة. فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا. ليه حسدت أحدا؟ لأن الحسد لن يؤدي إلى نتيجة. يعني أنا عندما
أرى إنسان متزوج وأنا أحسده، يا سيدي لا تقم بالحسد، اذهب وتزوج. في طالب يأتي كل عام بامتياز وينجح، يلا توكل على الله أنت كمان افعل. يعني ما المانع أنك تجتهد وتحصل على امتياز؟ لا أنا كسلان، كيف يأتي بامتياز وأنا لا آتي بامتياز؟ هو يذاكر، أنت ذاكر. لكن هو لا يذاكر. وإذا سمع أن من يأتي بامتياز حصل على مقبول هو فرحان قوي، فرحان لأنه حصل على مقبول. هذا إنما يدل على أن القلب نجس ليس طاهر. شيخ الغزالي عندما تكلم في الإحياء عن تعريف الطهارة، ما تعريف الطهارة لغة؟ النظافة والخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية. الأدناس الحسية البول والغائط، لكن الأدناس المعنوية قذارة القلب. قذارة ليها؟ حسود ده قلبه فيه في قذرات. البغضاء ثم الحسد يوصل إلى البغضاء، فتجد عندما يرى الحاسد من يحسده علاقة غير جيدة. أنا أسأل، أنا لم أصنع له شيء يعني يضره، لكنه هو يحسد. زعلان ليه؟ يعني أنت زعلان ليه؟ أنا لم أصنع معك أي شر، لا، لأنك أنت أفضل منه هو يفعل معك هذا. دائما الحاسد يشعر بالنقص. دائما الحاسد لا يشعر بالرضا. دائما الحاسد معترض. دائما الحاسد غير سوي في الفكرة. هو لا يعترض عليك، هو يعترض على الله. كيف؟ سبحان الله، فلان يسافر ونحن لا نسافر، فلان يأكل دجاج ويأكل مش عارف ايه، و فلان يذاكر ساعة ينجح ونحن نذاكر 10 ساعات ولا ننجح. ليس لنا علاقة، هو يركز، لكن أنت تفتح الكتاب وتقرأ وعينك في الكتاب ورأسك هناك في القدح وقلبك في الدراسة، محبوبته في الدراسة وأمه في القدح والكتاب في إيده، كيف ينجح؟ قل يا أمين. ورضيت بقسمة الله تعالى. شوف في قاعدة جميلة تقول القناعة كنز لا يفنى. شوف الإنسان عندما يطمع يريد كثير. في مثل كان يقال في الأدب الروسي، الأدب الروسي ماذا يقولون في الأدب الروسي؟ يقولون أن راجل إسكافي، إسكافي يعني يعمل في صلح إصلاح الحذاء والشبشب والجزمة كذا، اسمه إسكافي. هذا الإسكافي كان يعني فقير جدا، لكن عنده أولاد كثيرة. فجأة جاءوا وفعلوا مسابقة. ما هذه المسابقة؟ قالوا كلما تجري ستكون لك هذه الأرض ملك. يعني أنا أجري من هنا إلى الدراسة ثم أعود قبل غروب الشمس أكون مالكا من هنا إلى الدراسة. هو استطاع أن يجري من هنا إلى الدراسة ثم يعود، لكنه عندما وصل إلى الدراسة قال يعني أنا لو أستطيع أن أجري إلى القلعة، تعرفون القلعة قريب من الإمام الشافعي، سأكون. فيجري إلى القلعة. سبحان الله، أنا ممكن أجري إلى مقام سيدة نفيسة، يجري إلى سيدة نفيسة. أنا ممكن أجري إلى النيل، يجري إلى النيل. فصار كلما وصل إلى مكان يجري إلى الآخر، إلى الآخر، لكن إن لم يعد قبل غروب الشمس خلاص. فصار يجري 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 بسرعة، وعندما وصل إلى النهاية الناس برافو، هذا أكبر واحد حصل على أرض كثيرة. من كثرة المجهود القلب توقف فمات. كم أخذ من الأرض؟ فقالوا أعطوه متر عرض 2 متر طول. كأنه يمشي لحظة.
ومن هنا في مثال عظيم يقول اجري يا ابن آدم كما تجري الوحوش. الوحوش تجري بقوة. غير رزقك لن تحوش، يعني لن تأخذ. فبقدر الرزق الذي كتبه الله لك ستأخذ. شوف هذا الماء رزقي أنا هشام، رزقي أنا وضع لي، الله أعلم هل أنا سأشرب ولا غيري سيشرب، نحن لا نعلم. الإنسان يجري في الدنيا وهو يعلم أنه مفارق. لو كانت الدنيا دائمة لغيرك كيف وصلت إليك؟ هذا الدار أنت تسكنه الآن، وسيأتي من يسكنه بعدك، وهناك من كان يسكنه قبلك، وسيأتي يوم ويهدم. الدنيا كاملة ستخرب، لن يبقى من الدنيا شيء، ستنتهي الدنيا إلى زوال. الفائدة السادسة، إني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا. العزاء والخصام. من المستفيد من العداء والخصام؟ الشيطان. الشيطان هذا العداء يؤدي إلى كراهية، هذا العداء يؤدي إلى حسد، هذا العداء يؤدي إلى عرف، هذا العداء يؤدي إلى قطيعة، هذا العداء مخالف للكتاب والسنة. فتأمل في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. من متى الشيطان عدو؟ من قبل أن يخلق آدم. إلى متى الشيطان عدو؟ إلى أن يموت الإنسان وقبل مجيء منكر ونكير. الشيطان عدو عندما رأى آدم الذي خلق من طين، ظن أنه سيكون هو الأفضل. أنت مين يا سيد شيطان؟ شيطان كان اسمه عزازيل، شيطان كان يسكن في السماء الأولى، شيطان كان رئيسا للسماء الأولى، شيطان كان له أجنحة ومن الجن لأنه عصى. فلما عصى كيف عصى؟ قال يا رب لن أسجد له، كيف تقول لمن خلقك لا؟ فقال أنا أحسن منه، خلقتني من نار وخلقته من نار، ليه كده؟ ليه تعمل كده؟ فآدم الشيطان يقول له كل من الشجرة، فأكل آدم من الشجرة، فعندما أكل آدم من الشجرة إلا حصل بدأت الملابس تسقط على الأرض، فأوراق الأشجار سترت عورته ثم نزل إلى الأرض. سبحان الله. فوق هو عايز يأكل، الملائكة تخدم، ينام في ظل، يمشي في ظل، يشرب ماء، كله موجود، لكن عندما هبط إلى الأرض البرد يخاف، الحر يخاف، الأسد يخاف، يريد أن يأكل، يذهب ويصطاد، يزرع. أول من زرع القمح كان آدم. إذن صارت في الأرض حياة صعبة، كلما تذكر صعوبة الأرض كلما علم أن الذي أخرجه من النعيم هو إبليس، فتزداد الكراهية، وهذه الكراهية